السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة ب15 سؤال نوميريكال. دول أسهل 15 سؤال هنبدأ بيهم. كل فيديو هيكون عبارة عن 15 سؤال أو أكتر. بدأنا بالنوميريكال، أنا مجهزة فيديوهين تاني عن الفيربل والأبيليتي هنزلهم، يعني كل يوم فيديو نوميريكال، فيديو فيربل وفيديو أبيليتي كده. ماشيين بنمط، يعني هو أصلا ما فيش قناة بتنزل 3 فيديوهات في اليوم، تمام؟ فلو يعني القناة اللي بتنزل 3 فيديوهات هتقع، فأنا بنزل بس عشان الناس اللي عندها امتحانات والناس تتدرب. هنزل لكم دلوقتي أول حاجة السهل، وتاني فيديو هيكون إن شاء الله أصعب فالأصعب. لكل سؤال أنا حاطة 25 ثانية، تمام؟ والإجابة 25 ثانية عشان تفكروا أكتر، سيبلكم وقت زيادة، بس المهم إن انتوا تدربوا نفسكم. ممكن تظبطوا تايم على التليفون، إن انتوا لازم تحلوا في خلال مثلا ربع سوري 15 ثانية، تمام؟ فلو كل ما تحلوا، يعني أول كام سؤال، أول 15 سؤال عموما في الفيديو هنا هتاخدوا وقت، لكن بعد كده هتتدربوا ان انتوا تحلوا بسرعه اكتر ان شاء الله. الافكار سهله، انا بدات هنا ب15 سؤال، افكارهم سهله جدا، وبعدين هكمل باقي الفيديوهات بحاجات اصعب فالاصعب، تمام؟ يلا يا جماعه ابداوا، تمام؟ ده اول سؤال. هنا الحل بيقول لك عايز، هو عايز نسبة ريشيو، يعني معنى ريشيو ان انا بقسم حاجة على حاجة، تمام؟ هو عايز الريشيو للميل تو في ميل، يعني من الذكور للإناث في سنة 2022. فهشوف الذكور هم 31500 هقسمهم على 26758، هتدينا 1.18%. فطبيعي الجزء الكبير هيتكتب على الشمال، والصغير على اليمين هيكون 1.18% إلى 1، تمام؟ فالاختيار هو الأخير. أنا حبيت أتكلم بس في السوليوشن، مع إن كله بحل وعارف، بس عشان أسيبلكم فرصة في سؤال تفكروا أو تحلوا من غير ما تسمعوا صوت. طبعا هنا يا جماعه بيقول لك عايز نسبه التغير في عدد الذكور في قسم الموارد البشريه. هو هنا ركزوا قسم واحد، تمام؟ ففي القسم الواحد هو عايز من 22 ل 23، تمام؟ هو في القسم الواحد بيعمل ايه؟ بياخد السنه اللي بيطرح السنتين من بعض وبيقسم على ايه؟ على السنه الجديده اللي هي 23، تمام؟ عشان قسم واحد. في سؤال هيقابلكم هيكون قسمين، تمام؟ فدي هتتغير السنة اللي بيقسم عليها هتتغير. هنا يا جماعه جايب لكم السؤال الثالث. سؤال ثالث انا كاتبه، انا طبعا كاتبه جايبه السؤال جنب الحل عشان الناس ما تتعبش لما تيجي تحل. هو بيقول هو عايز تاني اكبر رقم، تمام؟ ايه القسم اللي فيه تاني اكبر رقم في سنه 22؟ طبعا سؤال سهل جدا وكل الاسئله سهله، انا بادئه بالسهل يعني عشان محدش يقول ايه ده الاسئله. وطبعا بتيجي في الامتحان الاسئله دي وناس بتقع فيها عشان الوقت عشان استخدام الاله والحل نفسه بياخد وقت. تاني اكبر رقم هو الكونسلتنج عشان الاتش ار والتاكس اقل حاجه، والاوديت الاوديت اكبر حاجه، الكونسلتنج تاني رقم، تمام؟
فكده تاني اكبر رقم هو الكونسلتنج، هو شارح تحتي بيقول لك الاتش ار والتاكس دول هم اقل من الاوديت والكونسلتنج، تمام؟ فالاختيار هو 2. هنا طالب فيه قبل كده سؤال، تقريبا كان سؤال التاني، كان طالب بنسبة تغير وجايبها للميل وفي قسم واحد، هنا قسمين فيختلف الحل. هنا هنجيب مثلا القسم الاوديت، تمام؟ هناخد الاوديت والتاكس لسنة 22 هنجمعهم مع بعض، والاوديت والتاكس لسنة 23 اللي هما ايه تبع الفيميل، تمام؟ ركزوا في الفيميل في العمود التاني، هناخدهم برضو لسنة 23، يعني نجمع الأوديت والتاكس لكل سنة لوحدها، تمام؟ وهنطرح الأوديت لو جابها القسمين وبيقول لي بتوين، ما قالش فروم، وقال وهم قسمين، فهنطرح ايه؟ هنطرح السنة اللي هي 22 ماينس 23، يعني السنة اللي هي القديمة اللي هي 22 ماينس 23، وهنقسم على القديمة اللي هي 22، تمام؟ وهنضرب في 100 هتطلع لنا النسبة. لكن في السؤال 2 كان عايز ال change in the number of male، هو عايز التغير في أعداد الذكور لقسم واحد، وقتها تقريبا كان الأودت، و أيا كان القسم، المهم هو كان عايز القسم واحد لسنة ما قالش ما بين، هو قال فروم، تمام؟ من 22 ل 23. انا بشكر ناس كتير قوي قالت لي استمري وما اهتمتش بالصوت، لان تقدر اللي عنده مشكله في الصوت، الاسئله سهله دي وتقدر تعمل ميوت للصوت من عندك وما تسمعش، تحل بس، تمام؟ موضوع في ناس كتير قوي شكرت فيا ودعمتني، وبجد شكرا ليكم. وفي ناس برضو بس اقل، يعني يمكن 5% قالوا ايه الصوت ده، مش عارفة ايه، وفي اللي اعترض على الصوت باحترام، وفي اللي اعترض على الصوت مش باحترام، بس احنا بنعدي. طبعا انا اتكلمت في موضوع الصوت، تقدروا توطوا تعملوا ميوت وتسمعوا يا جماعة، وتحلوا من غير ما تسمعوا، يعني غير ما تسمعوا صوتي، تمام؟ هنا بيقول لك كل ما تجمع افكار اكتر، كل انا ببدا بالافكار السهله، كل ما تجمع افكار اكتر، كل ما تدخل الامتحان ضامن الحل اكتر. يعني انتوا دلوقتي ركزوا في الاي كيو اللي انا هنزله، والانجليش ثابت في القناه يا جماعه، ركزوا. الناس اللي ما امتحنتش لسه، لا اهلي ولا مصر، دي عندهم فرصه كبيره جدا ان هم يتابعوا معايا، وكده ان شاء الله هيحل الامتحان باذن الله. يعني في ناس دخلت وامتحنت، اهلي ما كانش عندها الفرصه ان هي يعني تنجح، لان ما لقيتش الماتيريال، زي ما انا دخلت الزراعي ما كانش وقتها معايا ماتيريال، تمام؟ بس ربنا وفقني يمكن بدعوات عشان انتوا دعيتولي، لكن غير كده يعني دلوقتي في ناس فرصتها زادت اكتر، ان هي تعرف تتدرب على افكار اكتر، و اللي هو حته الوقت. انا دلوقتي عامله السؤال، يعني انا بس اللي بتكلم فيه، بس هو اللي بيكون طويل، عامله بس سؤال 25 ثانيه، تمام؟ هنا بيقول لك
هنا بيقول how many more Australian dollars could you buy with 2000 between sorry British pound in 2022 compared to 2023. تمام، هو عطيك لسنة يعني في الجدول عطيك الاستراليان دولار ب 1.49 لسنة 22، وكذلك عطيها ليك لسنة 23 1.31. تمام، وهنا بيقول لك هاو ماني يعني هو كم عدد الاستراليان دولار اللي هو مور. طبعا كلمة مور دي مهمة في السؤال، انا هوريكم ازاي اللي تقدر انت تشتري ب 2000 جنيه بريطاني. تمام، طبعا جايبها هنا عايزها في سنة 22 هتقارنها بسنة 23 يعني المور اللي هو الزيادة. تمام، الزيادة هي 360، جابها ازاي؟ قلنا اضرب الـ2000 في قيمة الاستراليان دولار في سنة 22 وقيمتها في سنة 23 بتساوي كام، يعني هيضرب في الـ2000 كده كأنك بتغير عملة يا جماعة، بتغير عملة. تمام، وهيطرح الكبير ناقص الصغير عشان هنا بيقول مور، فهتطلع 360. طبعا هنا الإجابة سهلة جدا، بس هوضح حاجة، بس في حاجة اسمها جي بي بي، دي رمز الأيزو، لها قيمة عددية، لها قيمة عددية ثابتة للجنيه البريطاني. تمام، دي ملهاش أي لازمة في السؤال، هو بس جايبها بيقولك مقارنة بي، فأنت مش هتستخدمها أصلا، هي بس جاية عشان تلخبطك. انا قلت في الفيديو ان هم 15 سؤال. تمام، انا جبت نزلت هنا بس 7 والفيديو اللي جاي 8، عشان الفيديو هيطول جدا عليكم، هيعدي نص ساعة، فعشان ما اطولش عليكم حبيت اخففه بس. وفي اسئلة ما اتكلمتش فيها لان كانت سهلة، عموما اللي جاي هيكون اصعب عن كده، يعني في تكملة سؤال برضو هنزله، بس معلش هنزله هنا لانه صعب السؤال الثامن، وبعدها في نوع اسئله تاني جديد بالنسبه للناس اللي كانت طالبه فيربل وابيليتي، برضو هنزل ليهم يعني زي ما قلت لكم فيديو كده وفيديو كده وفيديو كده ان شاء الله. وان شاء الله ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللي يوصل نهايه الفيديو يحط لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.